الإنسان يوسف. لا 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 لا. من أول ساكت، إيش قاعد يسوي؟ يمكن يتخبى. يوسف مو هنا. يوسف أوه. يوسف ليش أخذت كثير من المصاصات؟ لازم نحافظ على البيئة. سيك هايون. أنا شوف قيادة الأسد الحارس. أنا لازم تستخدم مصاصة واحدة ومناسبة للبيئة. أنا واحدة. يوسف ممكن شوية؟ تحتاج نروح السوق، تقدر تنتبه للأطفال وتساعدهم مع الواجبات؟ أكيد أقدر، إيش تحسبيني؟ يمديك تعتمد عليه، روح السوق، روحي. مع السلامة. بابا أنا طفشانة. إيمان لسه ما بدأتي حتى، يلا كمل الواجب، إيش هذا؟ بابا إيش 90 ضرب 40؟ 90 ضرب 40؟ مرة سهل يا ناس، إيش بك ما تعرف؟ 3600، إيش بك؟ يلا اكتب 3600. هاي يوسف. بابا ما اعرف الجواب. ايوه طبعا كل شيء تمام، لا يهمك، روح تسوق انبسطي. إيمان يوسف تعالوا. أنا تعالوا. يا اطفال انا ابغى اتفرج المباراة، اطلع. بابا انا كنت الفريق الاول. انا صح وانتو غلط. يا اطفال روح نام. بس بابا بدري. انا صح وانتو غلط. شوكولاتة. بابا ما يصير انك تاكل كل الشوكولاتة لحالك. انا صح وانتو غلط. شكرا.
ايش بك تعورت؟ تبغى شوكولاتة؟ شوكولاتة راح تخليك احسن؟ طيب يا مان حبيبتي خلاص كفي نار. قومي يا بنت كفي بابا. يلا قومي. بابا طفي النار عندي كحة. خلاص كفي لعبة بس. بابا أنا خرج يا عان. أبغى أكل. ابغى انام لو سمحت لا تطلع صوت. خلينا نتفرج على التلفزيون. دينغ دونغ دينغ. تعال الصالة أبغى أوريكم عرض سحري. أوه عرض سحري؟ فكرة حلوة. تعال نتفرج. متحمسين للعرض؟ أيوه أيوه. الغطة كذا يا بابا ما أعرف. واو كيف ينور كذا؟ هيو كيف؟ واو الله يجاب. شفتوا كيف الشوكة صارت؟ هيو كل ما تطلع منديل يطلع منديل ثاني بداله. كيف؟ للعرض الأخير أحتاج فلوس. أنا عندي فلوس. خذي. لا كذابة حطيت الفلوس في جيبك. أنا متأكد هذه ما هي خدعة. طلعيها جيبيها. يا أطفال شيخ سليم الحين جاي ومتوقع إنه راح يستثمر في شركتنا فلازم نعطيه استقبال جميل تمام؟ أنا رايح ألبس خليكم هنا لا تخربوا المكان. حاضر يا بابا. جاي ايش بهم هذولا ما يعرفوا اني جاي لما يفتحوا لي الباب بسرعة تخبوا. اعتقد خلاص لازم ندخله ان شاء الله ما يروح استثمار الشركة. تفضل طال عمرك هذولا عيالي. انا سليمان ويوسف. ايش هذا الفوضى؟ لازم تربي العيال وتعلمهم انهم ينظفوا ويرتبوا. معلش راح ادبهم هم خربوا الغرفه قبل ما تيجي لا تخاف. Would you like some? يوسف قول اسف. قلة ادب من فين تعلموا هذا المقالب؟ شاهين اعتذر دحين اعتذر للشيخ. اسف
اوريكم اذا عملتوا فيه مقلب ثاني ما راح اسكت. شيخ هذا هو العقد اللي قلت لك عنه. لازم توقع هنا حتى تكون شريك معنا في الشركه. فين حطيت هذاك القلم؟ شكرا ايمان. بس وقع هنا من فضلك. ايمان اعطيتك قلم كهرباء؟ اشرد اشرد زين.